الحروري يا بطار الحروري. سعدتم مثلا ابو دحيم يرحب بكم وينقل لكم وصفة للمباراة مباراة استعدادية ومنتظرة واليابان تشونغوك نيبوم الفريق التقط صورة التاريخ التشكيلة الأساسية معروضة على الشاشة
اليسار نيبوم يلعبون من اليسار لليمين تشونغوك تسجل المرمى خردان يتداب يسدد يضيعها وأكرم شغالة تشتيته الكرة في تركيز ويعرضها ومريره من جديد تشونغ يعرضها انزلاق هجوم الجماعة لا سدد ينتقد الحارس تشونغوك نيبوم الحارس قراب سكة الحارس يعرضها من بعيد والحكم يشير الى ضربه جزاء كرت احمر للاعب ضربه جزاء فرصه افتتاح التسجيل وضعها بكل مهارة تشونغوك تشونغوك تشونغوك
هد الشوط الثاني مواجهة تركيز مطلوب وتسدد وضيعها في تغيير تشونغ الدخل عميق وراسية التقطها الحارس اعتراض جميل لازم تحسب فاول وتضرب الجدار والخطيرة تحت المرمى Tune up.